حضرتك اصلا مش من القاهره، حضرتك من الشرقيه؟ لا، العيله عائلتي انا من الشرقيه، ولكن انا مولود وكل اخواتي اتولدوا في زفت الغربيه، فانا دخلت زفت الابتدائيه وكشك الثانويه، وبعدين طبعا في العلوم كنت باجي، جيت القاهره طبعا. لا احكي لي شويه عن ايامك في زفت يا دكتور مصطفى. انا عارفه انه ده اكيد يعني ماضي قديم قوي، بس مهم. لا طبعا فاكره طبعا، كنا يعني ايامي حضرتك كنت طالب عادي جدا يعني. لا طب يعني مش اللي هو الاول، مش ال كنت الثاني في السنه الثانيه ثانوي، فاكر انا ابتديت ابقى الثاني الثالث يعني في العقد، بس مش الاول ابدا. لا طبعا يعني كنت بلعب شويه في هذا الوقت يعني. كنت لعبي يعني؟ لا اعترف، قول ما فيهاش حاجه على فكره. لا كنا بنلعب الكوره طبعا. الله ده كنا انا فاكر والله، بس طبعا ما نقدرش نشتري الكره اللي هي العاديه بتاع السكر بتاع كره كفر. فكنا الله يرحمها والدتي كان يدينا الشراب بتاع الطويل ده ونعبيه قطع قماش وشرابات قديمه كلها، ونضربه ونضربه عشان نجمدهم مع بعض كره شراب. وبعدين اللي فيها هو كان يطوها لنا، والله كانت يعني لما تضربيها على الارض كانت بتطلع مسافة قد كده يعني باونس باك يعني ترجع لك تاني. فيزياء على فكرة. فيزياء يعني. فيعني ايام كانت والله جميلة من اجمل ما يمكن. وكان والدي مدرس في المدرسة الابتدائية، مدرس رياضة. وكان فاكر انا اياميها والله، كان هو عنده عادة لطيفة والله يرحمه، لما طالب يتكلم مش منتبه يعني كان يروح، كنا بنلبس الترابيز دي لازم. وكل يوم الصبح نقف واللي تبقى مكويه ونحط ايدينا كده يشوف الضوافر. وانتوا في ابتدائي؟ كل ايام كانت ايام ثانيه. فلما اي حد يتكلم مثلا ما التفتش يروح له ويروح مطبق الترابيز بتاعه. فطبعا هيروح لعيلته عايز قرش ساغ، قرش ساغ اكوى طبروس بيها عشان بكره هيطلعوني من الصف. انت عملت ايه؟ فهي عيلته تعرف منه كان بيتكلم مش ملتفت يعني، بدل ما يضربه او يهينه لا ولا يضربه يعلم عليه، يخلي العائله نفسها تشوف ايه الحكايه حصل ايه. فحتى مره طبقنا الطرموش بتاعنا كمان، وطبعا اداني الفلوس علشان اكويه وكده بعدها. كان عندنا وقت كويس.